مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج هو وهنا. اسمحوا لي كده في الأول أسلم على نرمينو. يا ميويا عاملة إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. أنا كمان خلوني أسلم على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو وهن على شاشة قناة المحور. موضوع حلقتنا النهاردة لطيف جدا الحقيقة كالعادة، يعني إحنا بنقدم لكم على طول مواضيع جميلة وبتهم وبتخص كمان الأسرة المصرية والعربية. سنة أولى مامي، اول سنه بقى في ان الام تبقى اتجوزت ومبسوطه بالحياه والفسح والخروج والهانيمون، تحمل تخلف، هوب بقى تيجي هنا ايه المفاجاه. اول سنه لما الام بتخلف بتحصل عندها لخبطه، عندها لخبطه في المشاعر، عندها لخبطه في انا مش فاهمه مين ده، انا كنت لوحدي يا جماعه، بقيت انا وحد تاني مسؤوله يعني عنه، يعني طفل صغير مش عارفين عنه اي حاجه. فسنه اولى مامي دي بتبقى سنه صعبه جدا يا مي. حقيقه نرمين، يعني بالظبط زي ما انت قلتي كده، يعني اول ام بتعرف انها حامل حياتها تقريبا بتتغير 180 درجه، بيكون عندها مشاعر متلخبطه، فرحه وحماس وتوتر وقلق، وطبعا ده طبيعي جدا لان الام بتبدا تفكر ازاي هتتعامل مع ابنها وازاي تبقى جاهزه لكل التحديات دي. هي خليني كده اسالك، انت عملتي ايه في اول سنه امومه؟ انا بقى كنت بني ادمه، بصي، لان انا للاسف اتجوزت صغيره، انا مخلفه وانا عندي 22 سنه، فبالنسبه لي كان الموضوع انت مين والله العظيم يا مي، وحياه ربنا انا الكلام اللي بقوله لكم بجد ده حصل. كنت احطه قدامي على الكنبه ابص له، لان طبعا اول شهر قعدت عند مامي ومش متقبله فكره ان انا ارجع البيت، لان انا بحب كنت انام اخرج انزل، فعلى طول سايبه مع مامي، بس طفل برضو وبعدين ده طبعًا بتاعي انا. فكنت احطه على الكنبه، احط له كده على الكنبه ابص له اقول له هو انت عايز ايه، يعني بجد كنت بكلمه واكلم مامي اقول لا بيعيط، تقول لي ما هو يبقى عايز يا بيغير يا اما مثلا بطنه وجعاه يا اما جعان، ما هو الطفل ما عندوش غير الثلاث حاجات دول. ابقى عامله له كل الحاجات دي، اقعد اعيط جنبه، بس عشان انا صغيره، كنت طبعا فعلا كنت صغيره. طب انت ما كانش عندك خبره قبل كده مثلا؟ لا 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 صغيرين خالص. ما كانش فيه، انا اصغر طب يعني اصغر، انا اصغر اخواتي، فبالنسبه لي انا اختي خلفت بس برضو كنت صغيره، يعني مش فاهمه حاجه، يعني كنت اجيبهم العب بيهم وخلاص واديها لاختي بعد كده ماليش دعوه يعني. لكن برضو دي كانت حاجه بالنسبه لي حلوه وحاجه وحشه. ليه؟ ان انا ابني كبر معايا ودي حاجه لطيفه، لكن نصيحتي لا، ما تتجوزوش صغيرين، عيشوا حياتكم، عيشوا حياتكم، ما تشيلوش مسؤوليه بدري، انها تشيلوها هتشيلوها. خليني اقول لك على حاجه كمان يا مي، غير ان الام جسديا بتتغير، هي نفسيا فعلا اللي بيقول لك في اكتئاب ما بعد الحمل، اسال مجرب بس بقى، خلينا اسال مجرب بعض الحالات، يعني مش كل الحالات بتمر والله يا مي، معظم الحالات، لان بتبقي حياتك اتغيرت، جسمك اتغير. انا لما جيت مثلا بعمل السبوع بتاع ابني فروحت البيت عشان اجيب لبس، انا ما فيش حاجه داخله فيا يعني كله، بس الحمد لله ما تخنتش قوي، بس مليت غير اللبس الطبيعي، فدي كابتني يعني، جايب لي اكتئاب اللي هو ايه ده انا تخنت وانا طول عمري رفيعه، ايه ده انا تخنت وانا لبسي مش داخل فيا. فبيحصل تغيرات جسديه ونفسيه. أيوة. الجسديه اوريدي بتاثر اوتوماتيك على النفسيه على طول، والنفسيه بتاثر على الجسديه، يعني طبعا هما الاثنين يعني مرتبطين ببعض. أيوة أيوة. فبيبقى الموضوع لا بصراحه صعب، يعني على قد ما هو طبعا هو ممتع وجميل وربنا يخلينا اولادنا كلهم يا رب، لكن بتبقى في هزه كده نفسيه اللي هو ايه مش فاهمه. اهم حاجه بقى في الهزه دي ان يكون في داعم. الداعم ده مين بقى؟ طبعا غير الام وغير الاب، اهم داعم هو الزوج على فكره، هو اللي قاعد معايا في البيت. حقيقي جدا 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 جدا، وانا سعيده ان كمان بقى في اويرنس ان الرجاله لازم يساعدوا الستات مع يعني زوجاتهم ويشيلوا البيبي. برضو مش كلهم، انا اوريدي كان عندي خبره، يعني انا اوريدي كان عندي خبره مع البيبيز، لان انا يعني بابايا كان كبير لما اتجوز، فكل اخواته مخلفين بيبيز، فانا اللي كنت مسؤوله عن البيبيز بتاعتهم. طب انت يعني ما يتخافش عليك؟ لا خالص، خلاص. كنت بغير دايبر وانا عندي 10 سنين يعني. بتهرجي؟ مش عارفه ليه شايلين لي مسؤوليه بدري قوي كده. ايوه لا صعب قوي، بس كويس والله، برافو. لا انا بالنسبه لي ما كانش عندي خبره، فاحنا النهارده كمان من خلال الحلقه بقى الكامله ان شاء الله هيكون معانا ضيوف، هنتكلم عن سنه اولى مامي، ان احنا ممكن يحصل فيها ايه. هتكون معانا كمان بنوته جميله، هي صناعة محتوى بتقدم معلومات وبتقدم، هي مش دارسة في المجال ده، لكن هي بتقدم من خلال خبرتها الحياتية اللي عاشتها مع بنتها عندها سنة ونص. هتقول لنا بقى عملت معاها ايه التغيرات النفسية الجسدية، جوزها ساعدها ولا لا.
ومن الحاجات اللي الام لازم تركز عليها برضو هي التغذيه السليمه للطفل. طبعا هيكون معانا فقره مهمه جدا مع دكتور محمد صلاح شبيب، هنتكلم بقى عن التغذيه السليمه والحاجات اللي ممكن يتعرض لها في الاول وخصوصا اول سنه، بقى المشاكل الجهاز الهضمي. طبعا انت عارفه طبعا الكلام ده عديتي بيه كتير. ايوه ففقرات مهمه جدا. طيب يعني هنعمل هنقول لكم تتعاملوا ازاي مع الاولاد من في الناحيه الحياتيه، وكمان هنقول لكم من التغذيه بقى من الناحيه اللي يعني زي ما بنقول زي ما ما قالت الجهاز الهضمي والاكل والحاجات دي، لان الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. ختامها مسك طبعا، وفقره المطبخ ان شاء الله النهارده كمان تعجب حضراتكم.